السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم كنت تواجدوا عند البطل السين عربي انتيك اللي حصل على المرتبة الأولى في سباق سيدي فني. ومبروك السين عربي على الإنجاز، ماشي العام الأول اللي كيدير هذا الإنجاز، هذا العام الثاني على التوالي، العام الثالث على التوالي. ومبروك السين عربي، راك كتشرف الجهة، جهة سويس ماسة، وكتشرف المنطقة، منطقة تيكيوي. مبروك لك السي العربي، وما كرهتش تعطينا واحد اللمحه على هذا السؤال. السلام عليكم ورحمه الله الاخوان، تحيه لجميع الاخوان بدون استثناء. كنقدم لكم هذه الحمامه هي اللي ضربت بروميان في المطلق ديال الافني على الصعيد الجمعيه وعلى الصعيد الفيدراليه. لحد الان هي اللي عندها احسن توقيت. المهم هذه الحمامه راه هذه السلاله لاعبه ومعوده العام الثالث على التوالي. وبالنسبه لهذا الانجاز كنهدي للناس ديال جمعيه ابطال سوس تيكيوين، وكنأكد على حسب واحد المطلق داز العام الفايت وكثرت فيه الهضره وسميتو عليه، كنأكد بان راه السلاله راه هي اللي كتلعب. المهم هذا الحمامه ما برتغاليه وبا بوجدوري ديالي من واحد لالين ديال الاخ غروش محمد، كنشكرو على حيت هداني هاد الدمو كنلعب بيه وتسخر ليا اللهم بارك. المهم با بوش دوري اللي خداو العام اللي فات الدوزام على الصعيد الفيدراليه وبروميان في الثلاثيه. تبارك الله، وهاد الحمامه تبارك الله راه هاد لالين هادي راه مجربه لعبه ومجربه. تبارك الله بارك. وهذا الانجاز كان هدي لجمعيه ابطال سوس تيكيوين والاصدقاء ديالي جميعا. الله يسخر السي العربي، شكرا لكم الاخوان. حنا اليوم كنتواجدوا عند البطل الكبير رشيد ابيه اللي حقق واحد الانجاز، يعني الى صحيح هذه العباره اللي نقول، يعني ابهرنا بانه سد الشجنه كما كنقول، يعني دخل الحمام ديالو كامل في اقل من ربع ساعه. وهاد الحمامه هذه هي باش ذكرى كاتريام، يعني هادي تكون عندو كاتريام في الريزولتا، يعني بينا وهاد يعني حمام في المستوى. وهاد الإنجاز راه مجاش عن صدفة، يعني باش تسد الشجنة كيما كيقولو بهاد العبارة في أقل من ربع ساعة، راه خاصك تكون خدام وخدام وموجد نيت. ونعطيو لرشيد باه الحمامة ديالو يهضر لينا عليها. بالنسبة للسلالة فيها الدم ديال البطل العناشي ولا من لا يعرفوه، وفيه الدم ديال أشيبان، الدم ديال أشيبان. اللهم بارك، هاد البياسة عطاتني كاتريامة في سيدي فني. حمامة هي السلالة في مستوى الرافع، اللهم بارك، الحمد لله. بالنسبة الحمامة، الديكالاج ديال الحمامة، وكنشكرو الأخ البطل العناشي على هاد المساعدات اللي كيقدم لينا، والأخ أشيبان وجميع الإخوان اللي في جمعية أبطال سوس، كنشكروهم وشكرا.